بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. انتقها صحيحا، انتقها صحيحا، موقع أنا السلفي. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي أزاح الظلمة، الحمد لله الذي أزاح الظلمة وقارب من المسلمين الصفوف وأعلى منهم الكلمة، الحمد لله الذي قلع رؤوس المفسدين والفساد وأراح منهم العباد والبلاد، الحمد لله الذي أذهب عنا هما وترحا وأبدلنا مكانه راحة وفرحا، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله ذلكم الدين العظيم والمنهج القويم الذي يصبغ المسلم في عقيدته وعبادته في معاملته وأخلاقه الذي يشمل الحياة كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يصبغ المسلم صبغة خاصة ربانية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ذلكم الدين الذي امتن الله عز وجل به علينا وارتضاه لنا دينا وأكمله لنا، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين رضيه لنا، كيف لا نرضاه لأنفسنا منهجا لإدارة الحياة؟ قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا الدين العظيم منهج لإدارة الحياة، يصيغ هذه الإدارة ويحكمها الله تبارك وتعالى. فهذا الدين منهجا لله حكما، وللقرآن والسنة منهجا ودستورا، وللمسلمين سياسة ودولة. تلك هي سياسة الأنبياء. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، ألا وإنه لا نبي بعدي ولكن خلفاء. ففي هذه الأمة خلفاء يخلفون الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوسوا دنياهم بدين ربهم، بكتاب ربهم، وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ذلكم المنهج الرباني الذي يحدد للإنسان ما يسعد به في الدنيا وما ينجو به في الآخرة. هذا هو صراط الله المستقيم ودينه القويم سبحانه وتعالى.
إن أعداء الإسلام يحسدوننا على هذا المنهج الرباني الذي رأوا آثاره في تاريخ المسلمين عزا ومجدا وقوة، فهم يخافون من قوة المسلمين إذا اعتزوا بإسلامهم وإذا اتخذوا منه منهجا لإدارة الحياة، فراحوا يتلاعبون بعقول المسلمين فيطرحون عليهم مناهج أرضية بشرية ينمرقونها ويزينونها للغافلين من المسلمين. أولئك الشياطين الذين حذرنا الله عز وجل من إغرائهم وإغوائهم وحرفهم لعقول المسلمين وفكرهم، فقال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يتكلمون سرا بالكلام المزخرف غرورا ليغروا به السذج من المسلمين غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء الله ما كانوا أصلا، ولكن الله تبارك وتعالى ما كان ليذر المؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. حدد ما الذي يجب على المسلم أن يفعله، فذرهم أيها المسلم وما يفترون به من مصطلحات ومن مناهج أرضية باطلة. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون إقصاء الدين عن الحياة، وبعضهم يجمل الأمر شيئا ما فيريد إقصاء الدين عن الدولة، يفصل دين الله عز وجل شطرين، المهم إقصاء الدين، عداوة الدين. هؤلاء الذين يسمون إقصاء الدين ومحاربة الدين أيا كان عن الحياة أو عن الدولة، سمونها علمانية أي لا دينية، يريدون حياة لا يصيغها الدين، يريدون حياة لا دخل للدين فيها، يحبسون الدين في المسجد أو في البيت أو يقصونه من الحياة أصلا. وآخرون شراذم قد دسهم لنا أعداؤنا، خرجوا علينا بمصطلح آخر خبيث عنوا به أن يتحرر الإنسان، وكأن الإنسان المسلم حبيس لا يأخذ حرياته، أن يتحرر الإنسان حرية مطلقة، هو حر ما لم يضر. يتحرر من ماذا؟ يتحرر من عبادة الله. وإذا تحرر العبد من عبادة الله لابد أن يكون عابدا لهواه، فالقلب لابد له من معبود يعبده، لابد له من مألوه يتأله له، لابد له من معظم يعظمه. فإذا لم يعبد الله تبارك وتعالى سيعبد شيطانه وهواه. فهؤلاء يسمون هذا المنهج الخرب، سمونه ليبرالية، يقولون هو حر ما لم يضر. يشرب ماذا يصنع؟ يشرب خمرا، يفعل زمرا لا مشكلة، يأكل كلبا أو خنزيرا هو حر، يتزوج رجلا أو امرأة هو حر. سمونه زواج المثلي في أوروبا وأمريكا، يتضايقون من الدول التي ليس فيها هذا الخروج عن منهج الفطرة التي خلق الله الناس عليها، عادي عندهم هو حر. هذا الذي يطرحوه علينا، يتزوج أمه أو يتزوج أخته هما أحرار كما يفعل البهائيون هو حر. تلكم هي الليبرالية، هو حر يفعل أي شيء، أي شيء ما لم يضر. يربي ابنه على الكفر على الفجر هو حر.
ابنك لو اختار الكفر ليس لك حق ان تعترض، هو حر. هذا الذي يطرحونه علينا، او يصلح معنا، تصلح معنا هذه المناهج الباطلة التي يطرحونها علينا؟ لا لشيء الا ليدفعوا بها دين الاسلام عن حياة المسلمين. تلك هي سنة التدافع. فلو اننا سكتنا لفسدت الارض وفسدت بلادنا كما قال الله عز وجل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلو اننا تركناهم يختارون لنا ما يشاءون من المناهج الأرضية الباطلة لفسدت دنيانا وهلكنا في أخرانا. وإذا كان في السابق وفي العهد البائد تسلط علينا الظلمة فكمموا الأفواه وكبلوا الأيدي وكتموا وحبسوا الحريات، كنا لا نستطيع أن نشاركهم في أمر، وكان من العبث بمكان أن تشاركهم صورة تمثل معهم كما كانوا يصنعون. أما في هذا التوقيت بعد أن فتح الله عز وجل على العباد والبلاد، أصبح رأيك مؤثر وصوتك مغير. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهذا الشعب شعب طيب، وهذه الأمة أمة دينة تريد أن تعيش بدينها، تريد أن تسعد وأن ترفل بنعمة الدين الذي امتن الله عز وجل به علينا. تعلم أن عزها وقوتها ومجدها بدين الله سبحانه وتعالى. لماذا يكرهون الإسلام وفيه صلاحهم؟ لماذا يحاربون الدين وفيه عزهم؟ وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر لنا في الدنيا قبل الآخرة، ذكر هذا المنهج الرباني القويم. أيها الإخوة المسلمين، أيها الإخوة المسلمون، إن الله تبارك وتعالى جعلنا أمة خيرة لأنها لا تترك خروقا في سفينة أوطانها وفي سفينة أمتها. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا المنهج الرباني الذي يشمل عقيدة المؤمن، فلا يتعلق قلبه إلا بالله حبا ودعاء وخوفا ورجاء، يصلي لله سبحانه وتعالى، يذبح ينذر لله تبارك وتعالى، لا لنبي ولا لولي، لا يتعلق قلبه إلا بالله في جلب كل خير ودفع كل ضر. وكذلك يتخذ من القرآن والسنة منهجا لإدارة حياته. الحاكم فينا هو الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، لا لبشر بل لله تبارك وتعالى، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. شعيرة التحاكم إلى شرع الله عز وجل، عبادة لله عز وجل، دين يدان به، كيف نتخلى عنه؟ إن من السيف في الإيمان أن يجانب العبد شرع الله عز وجل، وأن ينادي بإقصائه عن عجلة الحياة. هذا السيف نبهنا الله عز وجل عنه في القرآن الكريم، فقال الله تبارك وتعالى: ألم ترى، ألا تعجب أيها المؤمن، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا وكذبوا، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالضلال البعيد في أن ننحي الشرع، الشيطان يريد أن يساعد هؤلاء في إقصاء دين الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل أقسم
بنفي الإيمان عمن لا يرضخ ولا ينزل على حكمه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون، ليسوا بمؤمنين ما داموا يتنكرون لشرعك، لا يؤمنون ما داموا لا يحكمون الدين في حياتهم. أقسم الله عز وجل في هذه الآيات. أين نذهب من هذه الآيات؟ كيف نتنكر لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نحارب شرع الله عز وجل؟ يا أيها المسلمون، إن سفينة الوطن لا تصلح إلا إذا سارت بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا سارت بالإسلام تنجو، بالإسلام تعز، بالإسلام تكون مجيدة، بالإسلام تكون سعيدة، بالإسلام تكثر الأرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبالإسلام يعز المسلم ويعز المسلمون. أيها الإخوة المسلمون، إن الله تبارك وتعالى جعل من أعظم الفرائض بعد توحيده سبحانه وتعالى أن تكون صلتك به قوية. الصلاة يا عباد الله ينبغي أن نعود إلى ديننا عودا حميدا، وأن نرمم أركانه، وأن نعتز ببنيانه. فالصلاة الصلاة عباد الله، حافظوا على الصلوات في الجماعة، ارقبوا الصلاة في أولادكم. إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه بهذا. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فلا بد أن نأمر أزواجنا وأولادنا حتى صبياننا، نأمرهم بالصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاة يا عباد الله. الحجاب أيتها الإخوة، أيتها الأخت المؤمنة، تستري. إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. توجيه رباني من شأنه أن يحفظ المرأة المسلمة من الأذية، من شأنه أن تعيش المرأة المؤمنة في ظل هذا الإجراء الرباني عفيفة طاهرة نقية سعيدة بدين الله سبحانه وتعالى وبشرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، ليس لنا أن نأكل ما نشاء أو نلبس ما نشاء أو نفعل في أموالنا ما نشاء، كما قال أعداء الأنبياء قبل، قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نعبد، أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. ما الذي جرى لك يا شعيب؟ كنت حليما، كنت عاقلا. وهكذا هؤلاء السفهاء يتهمون الأنبياء وخلفاء الأنبياء بالسفه والجنون إذا ما نادوا بالعمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن المعاملات المحرمة التي تأتي على خراب الأمم والشعوب الربا. الربا، الله عز وجل حذرنا من الربا بحربه تبارك وتعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال الله تبارك وتعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قضية إيمانية. فإن لم تفعلوا فأذنوا، فاعلموا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله. من يقدر على حرب الله عز وجل؟ من يطيق أن يحاربه الله تبارك وتعالى؟ إذا كان الله علينا فمن معنا؟ من معنا أمام الله عز وجل؟ وإذا تركناه وتبنا كان الله معنا، وإذا كان الله معنا فمن علينا؟ الله يحفظنا، الله يحمينا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زانية. ويقول صلى الله عليه وسلم: الربا 72 حوبة أدناها كمن أتى أمه في الإسلام. مسلمات، مسلمات إيمانية في كتاب الله عز وجل، في الأحاديث والآيات القرآنية. أيها الإخوة المسلمون، لابد أن نعود إلى ديننا عودا حميدا، وأن نعود إلى إسلامنا عودا رشيدا. أيها الإخوة المسلمون، إن نعمة الإسلام نعمة عظيمة تحتاج إلى رجال يقومون بهذا الدين قياما صحيحا ويعملون له الليل والنهار. إن الأمة اليوم تمر بمعترك صعب، إن المناهج تتدافع، يدفع بعضها بعضا. ما يريد منا هؤلاء؟ لا يريدون إلا كما قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه أمانيهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا الذي يريدون. فلا ورب الكعبة لا نتخلى عن ديننا ولا عن إسلامنا ولا عن شرع ربنا تبارك وتعالى. إن أعلى قيم في هذه الحياة هي قيم الدين، هي قيم السنة والقرآن الكريم. ليس هناك قيم في الوجود فوق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا مبادئ فوق دستورية، ولا مبادئ مقدمة للدستور ولا غيره. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا ينبغي أن نقدم شيئا كائنا من كان أمام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بل شرع الله على رؤوس الجميع وفوق كل أحد. إن أمة الإسلام حينما طبقت هذا الشرع الحنيف سعدت ورشدت، وسعد من عاش في كنفها من أقليات يهودية أو نصرانية أو غيرها. لقد شهد التاريخ بسماحة الإسلام طوال فترة حكمه. لقد شهد المنصفون من أبناء الغرب كالمفكر الفرنسي ليبون، شهد بأن الإسلام كان سمحا مع غير المسلمين مما دفعهم أن يتركوا دينهم وأن يدخلوا فيه أفرادا وجماعات بسبب سماحته. ولولا سماحة الإسلام ما بقي النصارى إلى اليوم في مصر. لولا سماحة الإسلام أنهم أحرار فيما يختارونه من ملة تناسبهم، ما دامت هذه الملة ملة كتابية هم أحرار. الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فلا خوف. التاريخ شاهد بأن الإسلام منهج سمح قد عاش الناس في كنفه. فلا داعي أن يلعب بمثل هذه الملفات التي يزيفون بها على الناس. أيها الإخوة المسلمون، إن سفينة الوطن تضطرب في هذا الزمان، وإن كثيرين ممن يريدون أن يأخذوا بوجهتها شرقا أو غربا ولا وجهة لنا إلا تجاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا طريق الله عز وجل الذي أمرنا أن نسلكه. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اتبعوا الصراط المستقيم وإياكم وزقاق الشياطين. هذا هو أمر رب العالمين، تنجو السفينة ويسعد أهلها كما أخبرنا الله عز وجل. قال الله عز وجل في القرآن الكريم منبها عن اتباع الصراط المستقيم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أيها الإخوة المسلمون، نحن في هذا العام، في هذا العيد، عيد الفطر المبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا رشيدا. الحمد لله على نعمة إتمام الصيام والقرآن،
وإتمام الصيام والقيام وقراءة القرآن نعمة عظيمة شرع الله عز وجل أن نخرج في مثل هذا الجمع لنشكره على هذه النعمة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على نعمته التي لا تعد ولا تحصى كثرة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد خرجنا من رمضان بدروس عظام. من الدروس الرمضانية الاستقامة، إن الذي وفقك على أن تصوم لله عز وجل 30 يوما وأن تقوم له 30 ليلة إن فيك لطاقات يعلمها الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن تهملها ولا أن تهدرها بعد رمضان. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من رمضان بصيام صلى الله عليه وسلم، فقال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله. فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن نخرج من رمضان بغير مواظبة على صلاة القيام، لا ينبغي أن نخرج من رمضان بغير مواظبة على صيام أيام في كل شهر، لا ينبغي أن نخرج من رمضان وقد أخذنا درسا في التحفظ من الذنوب والآثام، لما لا نستقيم كما كنا في رمضان؟ فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دروس رمضان كثيرة لا تنتهي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ختم رمضانه بمغفرة ذنبه وستر عيبه وقبول عمله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وقنا عذاب النار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أبرم لهذه الدولة أمرا رشيدا، اللهم أبرم لهذه الدولة أمرا رشيدا، يعز فيه أهل الصلاح، ويخزى فيه أهل الفساد، ويراح منهم العباد والبلاد يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.